الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية دفع مئات الآلاف إلى الشوارع في القاهرة. الانتصار دوت ما عشناهوش 30 سنة. لأن منطقة الثورات كان دائما يقول إن الشعب أبقى من حاكمه وأقوى. أذكر الكثيرة وأذكر تونس، ما فيش ظلم تاني، ما فيش خوف تاني. تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة لثورة الشعب المصري. بقولك انا عندك حاجه مهمه، ركز فيها معايا. تمام، في مركز تدريب كلمني. تمام، مركز تدريب كبير. كبير مصري ولا بره؟ دي مركز في مصر واصله في الكويت. تمام، هيعمل ندوه في الكويت يوم 37/3. حلو، ندوه في الكويت كام؟ 37/3. الو، يعني 37/3 يا ابني؟ 27/3. يا معلش، 27/3. المهم انجز. دلوقتي لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي احنا عايزين رقم وائل غنيم. هم يعني شافوني في مصر النهارده فجابوا رقمي وقالوا عايزين وائل غنيم. تمام، فانا قلت لهم ماشي وائل غنيم وكل حاجه، بس في عبد الرحمن منصور ده كان معايا اشتغل برضه في الصفحه. فاهم ازاي؟ اقول له المركز ما عندوش مانع ان هو يجيب حد تاني، بس ايه مش مشكله وكده، فحد تاني ان شاء الله حتى وائل غنيم يرشحه لنا وبتاع كده. فانا عارف ان عبد الرحمن منصور فين في التجنيد. تمام؟ تمام. قلت لهم بقول لكم ايه؟ انتوا ايه الناس عن ايه؟ قال لي عن دور الميديا وكده، واللي هي الفيسبوك والحاجات دي كلها في ايه؟ في السياسه وكده. قلت لهم طب بصوا يا جماعه، طالما هي كده في مجموعة تانية اسمها مجموعة 6 ابريل ومرسك واحد شباب اسمه عمار، أول ناس استخدمت الفيسبوك وكده في حاجة حقيقية يوم اضراب 6 ابريل 2008. بالإضافة إن هم أول ناس عملوا الإيفنت على الفيسبوك واشتغلوا عليه وهم اللي نسقوا، يعني حكيت له قصة. قالوا لي بجد والله؟ هتتحشر. هاي أحمد؟ أيوه. المهم فقال لي طب ماشي، طب والله طب احنا ممكن نكلمه وما اعرفش ايه، ويبقوا لان خلي بالك كمان هيبقى ندوه وفي نفس الكويت وما اعرفش ايه، ويعني حاجه كويسه جدا. انت فاهم؟ وبيقول في مصريين في الكويت احتمال يعني يدفعوا تبرعات وبتاع، الله اعلم يعني. تمام؟ فالفكره كلهم تقول لا احمد ماهر وبتاع وانا ممكن اديك رقم. قال له خلاص ماشي اديني رقم، بس خلي بالك بقى من حاجه، انا عايز اديك رقمه تتصل بيه تقول له انتوا مع وائل. ليه؟ لان هو قال لي قال لي بص هات رقم وائل وانا هخلي وائل يرشح لحد، مش هو برضك زميله مصطفى النجار؟ انت فاهم؟ فيروح بقى وائل غنيم مصطفى النجار، فمش منطقي. فيبقى انتوا وهم وائل. فانا عايز اديك رقم تليفونه دلوقتي وهديله رقمك. انت تكلمه وقول له استاذ احمد اسم المركز اكتد، انا احمد ماهر كذا كذا كذا، واحنا عملنا كذا وعندنا استعداد يعني نروح نبعت واحد مننا، سواء انت بقى او اي حد. خلاص ها؟ ايوه، عشان دي حاجه جامده جدا. هو بس انا توقف في الكويت كده يومين وبتاع، مش عايز بقى وائل يروح وياخد معاه مصطفى المنجار والجو ده. انت فاهم؟ طيب هو عايز وائل شخصيا ولا عايز اكتب على الاسم؟ لا، عايز وائل على اساس ان هو شهره بقى وبتاع، ف تبقى حاجه كويسه. فاهم؟ ما انا قلت له يا عم ده في ناس وبتاع. لا، هو عشان بس هم عايزينه عشان الشهره وكده. خلاص فل، يعني مفيش مشكله. خلي بالك كمان بيقول لي ايه، وفي مصريين هناك عايزين يدفعوا تبرعات لمعرفش ايه وايه. قلت لا، وائل غنيم مصطفى النجار وتبرعات؟ لا، انت فاهم؟ يدفعوا تبرعات لمعرفش ايه وايه. قلت لا، وائل غنيم مصطفى النجار وتبرعات؟ لا، انت فاهم؟ فالمهم انا هديك رقم دلوقتي. ماشي؟ رقم كام؟ 618. ايه؟ وايه اسمه؟ احمد حسين. اه يا
انا قلت له من الناس قال لي انا قريت اسمه قبل كده كتير فاهم ازاي فبيديني رقم فانا دلوقتي ابعت له رقمك برضك بس ايه انا بص انا عندي حركه فعلا هبعت له رقم واقول له خد منه من احنا مش هديله رقم وائل هقول له كلم احمد منير وخد منه رقم وائل حاسسه برضك ان انت ايه يعني انت صاحب وائل يعني مش ضده فاهم وانت ما تخبطش في وائل قول له ده انا ممكن نكلم وائل ونروح مع بعض فاهم بس بحيث مثلا لو في تبرعات له في اي حاجه يبقى في طرفين موجودين يعني ماشي طيب اسمه عمر حسين ساعة تانية كان في حد عارف مركز فاكر اسمه ايه معهد القومي الفرنسي او حاجه زي كده يعني كانوا يعني عايزين حد من الاتراف سافر في النص التاني من مارس النص التاني من ايه؟ مارس يسافر فين؟ ندوة فرنسا فرنسا؟ ندوة عن 25 و دلوقتي في موضوع السفر دوت انا ما عنديش مشكله بس قلت الاختيار يعني انت بيديك انت اللي تختار يعني هو اشروك كده اسم الثلاث عموما يعني بس الفكره كلها ما عنديش مشكله في السفر فيها يعني ان الندوه مش تبقى يعني لقاء تلفزيوني زي مصر او حاجه زي مصر ده يحصروا اللي رايح لهم لسه كان فيها فرحين لبنان كان هناك احزاب يساريه واحزاب يعني كل الاحزاب اللي هناك فمسكوهم غسلوهم هناك يعني فاهم لا ما عندناش مشكله كل ادق التفاصيل في حساسيه في مصر وفاهمين حساسيه في مصر اكتر من المصريين يعني طبعا ما هم لو انت بتتكلم عن مركز ابحاث اكيد هيعملوا كده فرنسا نفس الكلام برضو يعني وكمان المركز نفسه يعني محسوب هناك على اليمين شويه فيكون يهمهم بقى ايه العلاقه الشرق الاوسط ومش عارف ايه وامريكا وفرنسا وحاجات دوران ودول مش عارف ايه يعني لا ما عنديش مشكله طيب ماشي المهم انا دلوقتي بص انا مش هبعت رقم موبايل انت معاك رقم موبايل ولا تقولك هاي رقم وائل خلاص انا بقى بقول له احمد ماهر اهو فرقم وهو يديك رقم وائل هيظبط لك مع وائل بس تروح لانه كمان عم يقول ايه ده في ناس مصريين كتير جدا عايزين يشتغلوا تبرعات وكده فانت تظبط بقى الليله معاهم خلاص خلص ماشي يا باشا سلام وقول له برضك احمد وعي قول له احنا عملنا كذا ماشي خلاص ماشي سلام لا هل تريد من الربيع العربي ان يصل الى الجزائر قلت انه تاخر حتى وصل الى الجزائر اوف كورس اي وونت طبعا دونت وونت I have so many friends in Algeria. لدي الكثير من الأصدقاء في الجزائر. I have so many friends in Algeria. لدي الكثير من الأصدقاء في الجزائر. Great youth in Algeria. أعرف أن الجزائر بها شباب عظيم يحلم وآمل أن من أجلهم أن تتحقق هذه. ذكرت صحيفة الخبر الجزائرية السبت أن فريق بحث جزائريا تمكن من صنع أول طائرة من دون طيار بمركز البحث والتطوير التكنولوجي بمدينة بوسماعيل بالضاحية الغربية للعاصمة وذكرت الصحيفة أن الطائرة أنجزت ضمن ما يعرف بمشروع أمل وهي مزودة بجهازي تصوير وتتمكن من التحليق على ارتفاع 3.5 كيلومترات وعلى امتداد 6 ساعات كاملة وأضافت أن المشروع ينتظر أن يخرج عنه في نهاية 2013 بعد 3 سنوات من العمل